اشاعات كتير اليومين دول بتكتر قوي قبل الامتحانات، وقبل كل حاجه بنسمعها دايما بتطلع اشاعات كتير. النهارده معانا في الفيديو ده حقيقه تقديم موعد امتحان الفصل الدراسي الاول، يا ترى ايه اللي حصل؟ هل فعلا الموضوع ده جد؟ مصدر مسؤول بوزاره التربيه والتعليم قال لك حقيقه الاخبار المتداوله عن تقديم موعد امتحانات الفصل الدراسي الاول، قال لك اهو الامتحانات في موعدها كما هو محدد وفقا للخريطه الزمنيه المقرره في 2020 2021، وقال لك امتحانات الفصل الدراسي الاول هتبتدي ان شاء الله يوم 23 يناير المقبل وهتنتهي 5 فبراير المقبل، واجازه نص السنه هتبتدي من 6 فبراير وتستمر حتى 18 من نفس الشهر. وكان العام الدراسي طبعا احنا عارفين ان هو بدا يوم 17، وكنا بنقول يا ريت يبقى في تخفيف في المناهج علشان الطلبه داخله متاخر، تمام؟ ويا ريت احنا بنطلب الدكتور طارق شوقي في رفع الغياب، وبالاضافه ان احنا نخف في المناهج شويه علشان ولادنا يعرفوا يذاكروا ويركزوا بالاخص ثالثه ثانوي. فيا جماعه اهو المصدر المسؤول قال لنا وقال مفيش تاخير او مفيش تقديم لموعد الامتحانات. ده كان خبر سريع كده قلت اقول قناه اجيال اندلس، لان دايما معانا كل جديد واكيد من مصادرنا الرسميه. كان معكم اسامه رزق مؤسس اجيال اندلس، لسه ما اشتركش في القناه اشترك وفعل الجرس حتى اصل جميع اشعاراتنا اول باول. في امان الله. اشترك في القناه وفعل زر الاشعارات، وايضا لا تنسى دعمنا بلايك.